على اساس الحما لو كويسه بيكون البيت كويس، بالاضافه ان الحما مثلا هي اللي ربت بنتها اللي انا اتجوزتها، فهي لو ربت بنتها كويس انا مش هحتاج لحماتي اصلا. يعني الحما في حماوات بتبقى كويسه وفي حماوات مش بتراعيش ربنا خالص، المهم في كل دوت الواحد اللي يراعي ربنا في كل حاجه، زي ما هي عايزه تبقى ابنها مبسوط او بنتها تبقى مبسوطه يبقى تتعامل مع الغير، مش ان انا ابقى عايزه بنتي مبسوطه وبتعامل مع مرات ابني وحشه. اه طبعا الام يعني بتحب تداري على اولادها، مش عايزه ابنها يبقى مكشوف قدام الناس حتى مهما يكون يعني حالته متيسره، الام ام. يا سلام بتكون سند وكويس عشان بيت ابنها، بيت بنتها وبنت بنتها. الله يرحمها كانت امي التانيه، هي كانت ست طيبه وكويسه، كانت بتحب اولادها جامد يعني بتدعم اولادها وبتساعدهم على الحياه اللي هم عايشينها. ام ومراتي بمثابه والدي ووالدتي، وهي المفروض تكون اكتر واحده تخاف على جوز بنتها عشان كله راجع لبنتها. انا عندي اربع بنات متجوزين، فحمواتهم عملوهم زي بناتهم بالظبط، الاربعه والاربعه احسن من بعض، ما زعلوهمش فيهم، حتى لو ابنها زعلهم تقول له هو بره وهي جوه. البنت لما تكون امها موصياها انها تخش بيتها وتعمره هتعمره، موصياها انها تكره حماتها هتكره حماتها، وحماتها لو كانت ست عاقله هتحتويها وهما الاثنين هيحتووا بعض. لا الحما ست طيبه وكويسه، بس هي يعني لو تتاخد زي الام، لو مرات الابن هتعاملها زي امها اكيد هتبقى زي الفل. المفروض الطبيعي انك بتتعامل معاها ام بديله لامك. الحما بتبقى طبعا لمرات ابنها ام زي والدتها بالظبط، زي امها، وهي كمان البنت لازم تعامل حماتها زي امها بالظبط. تدعم الابن والاسره حسب لو هو شايفه الانسان اللي واخد بنتها ده كويس، ما يبقاش مثلا اللي واخد بنتي انسان مش كويس واقول لها اصبري. اكيد الحمد بتبقى سند لابنها ومراته، يعني هي بتبقى عمود البيت زي ما بيقول. حماتي اذكرها بكل خير وكل حاجه كويسه، اللي هي ست كانت طيبه وكانت كويسه جدا، ما كانش فيها اي حاجه يعني كويسه، صافيه النيه. بالحسنى تاخدها كبنتها او تاخد الجوز بابنها كابنها، دي المعامله الحلوه، يعني تدخل مرات ابنها البيت اكنها بنتها، لانها بنتها تخرج دي اللي قاعده. حماتي زي والدتي بالظبط، وعمر ما اسمع عنها حاجه تعبانه بخلي مراتي تروح تبات معاها تخدمها، ما بحش بنتها عنها خالص نهائيا. الحما تتعامل تاخد البنت مرات ابنها زي بنتها من ساعه ما تدخل، تعملها معاملة كويسة وتخاف عليها، لكن هتقعد لها كده وتبقى غيرانة منها مش عارف عشان حاجات فاضية عشان مش عارف ايه، هو ده اللي بيخرب البيوت. المفروض هي القدوة الكبيرة، هي الحقيقة القدوة الحسنة للصغيرين، وتعاملهم كويس وتحس ان هي في يوم من الايام خدت واحد من امه، وهي ابنها راح ابني انا راح لها، دي بتبقى ايه؟ زي سلف ودين. حماتي انا من يوم ما اتجوزت بنتها بقى لنا اكتر من 15 سنة، تعتبر ام، انا بعتبرها ام ليا. زي ما بتعاملي بنتك عامله مرات ابنك، لازم اعملها كويس وبحنيه وزي بمعاملتي هي تعاملني كويس.